نحن نعلم جميعا بأن هذا العدوان ليس بجديد، وإنما هو جزء من سلسلة متتابعة منذ أن تم الإعلان عن مشروع الإدارة الديمقراطية والنظام التركي يوغل في اعتداءاته. ربما تختلف التسمية، لكنها ذات منهج إجرامي وعدائي. وإن العدوان البربري للنظام التركي الجوي اتبع سياسة الأرض المحروقة وطال البنى التحتية وسبل العيش، وذلك من أجل إرغام أهل المنطقة لترك مناطقهم وتحقيق مخططات النظام التركي في مسألة التغيير الديموغرافي وتوطين اللاجئين. وحجج النظام التركي بالعدوان أصبحت واهية ومكشوفة، والتبرير لأي عدوان تركي على الأراضي السورية يتذرع بالأمن القومي. والحقيقة أن في هذه الاعتداءات المتكررة هي ذات أبعاد سياسية بحتة، لا لاحتلال جزء من الأراضي السورية وتنفيذ مشروع الميثاق. بالإضافة أن العدوان جاء تلبية لحاجة حزب العدالة والتنمية الحاكم لترميم بنيته التنظيمية المنهارة والمتصدعة نتيجة جموع وغلو الرئيس أردوغان المبدع في صنع الأزمات والحروب. ومن خلال هذه الهجمة العشوائية والمتخلفة التي طالت الأراضي السورية لم تغير ولن تحقق أهدافها، فشعبنا وأهلنا صامدين في وجههم متحدين كل مخططاتهم الفاشلة في تهجير المدنيين من منازلهم وزعزعة الأمن واستقرارهم. ونحن هنا في مدينة الرقة أيدنا موقفنا تجاه أهلنا وانتفضنا منددين بهذا الإجرام الوحشي المستهدف للأراضي السورية، وموقفنا الواضح بعدم التنازل عن أي شبر من أراضينا لحكومة دموية قتلت وشردت الشعب السوري. ورغم هذه الحرب التي كانت بموازاة حرب خاصة ضد المجتمع وتوجهاته، إلا أن اللحمة المجتمعية كانت أقوى من لغة العدوان. ورأينا في هذا الوضع كيف خرجت الجماهير إلى الساحات ترفض هذا العدوان وتدعم قوات سوريا الديمقراطية والتي نعتبرها صمام الأمان والسلام في منطقتنا، والقوات التي تدافع عن وحدة وسلامة الأراضي السورية. ولقد ظهرت هذه الروح الثورية لدى كافة شرائح المجتمع حينما يتم الاعتداء على أرض الوطن. لقد كانت المرأة حاضرة في كل مناسبة من أجل التصدي لهذا العدوان، وتنظيم المسيرات الجماهيرية الحاشدة من قبل مجلس المرأة لحزب سوريا المستقبل، والتي كانت بصمة نضالية قوية عبرت فيها المرأة عن روحها النضالية العالمية، بالإضافة إلى فعاليات كثيرة نظمها مجلس المرأة من إصدار بيانات ووقفات احتجاجية للتعبير عن مواقفنا الثابتة تجاه أراضينا السورية. ونحن كشعب واحد يرفض جميع الاعتداءات المهددة لضرب مشروع الأمة الديمقراطية واستمرارنا على عهدنا في بناء سوريا تعددية لا مركزية.